مش مجرد مهنة، الطب رسالة من أسمى الرسائل الإنسانية. ده مش مجرد شعار أو كلام بنقوله، لكن النهاردة هيكون في حلقتنا نموذج لطبيبة مصرية كرست حياتها لخدمة المرضى. هي الدكتورة ليلى إبراهيم شلبي، استشاري أمراض القلب في معهد القلب القومي ورئيس الطب الوقائي برنامج الطب الوقائي وإعادة تأهيل مرضى القلب. دكتور ليلى إبراهيم شلبي، الحقيقة أنها ليها صفحة في جريدة الشروق، الصفحة اسمها صحة وتغذية. الدكتور بتركز فيها على نصايح طبية مختلفة جدا، بتكتب فيها من عام 2009 لحد النهاردة، والحقيقة أن الصفحة حصلت على جائزة من منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى مساهمتها مع باقي زملائها في تنمية الإنسان من خلال عدد من المشروعات في المعهد القومي للقلب. تعالوا النهاردة نشوف قصة لواحدة من ناس بلدنا المخلصين.